السلام عليكم الأصدقاء. تقول العبقري والمبدع بنجامين فرانكل: لا تؤجل إلى الغد ما يمكن إنجازه اليوم. نقدر نقول لكم الأصدقاء بأن هذا الشيء اللي محتاج تشوف وتسمع في هذا الفيديو كامل هو أنك تطبق هذا المبدأ هذا، لأن المماطلة هي أكبر عدو ما تخليش تلمد قراءه مزيان ويبريباريو الامتحانات. وكلنا تنعرفوا اليوم بأن الامتحانات هي موضوع الساعة. كثير من التلاميذ يديروا مجهود في المراجعه، لكن واخا هذا الشيء كامل ما تجيبوش النقطه اللي بغا. وممكن انت داك الشيء كامل اللي قريتيه نهار الامتحان وتلقى راسك ما قادش تكتب حتى شي حاجه. طبعا دائما تنقولوا للتلاميذ سيروا تقراوا، سيروا تراجعوا، لكن نادرا ما تسمع شي واحد يقول لك كيفاش تراجع، يعني شنو هي التقنيات والاليات اللي ممكن تخليك وتساعدك انك تقرا وانك تراجع الدروس ديالك بشكل منهجي وبشكل يخليك تحصل على نقطه مزيانه نهار ديال الامتحان. قبل ما نبدا هذا الفيديو هذا اللي غنتكلم فيه على التقنيات ديال المراجعه، معكم ايوب لوكيدي استاذ ماده الفلسفه. غادي نبارطاجي معكم اليوم بعض الافكار حول مهارات معينه تنشوف بانها مهمه لتساعد التلاميذ انهم يجيبوا نقاط مزيانه، او اي واحد تيوجد الامتحانات انه يحصل على نقطه مزيانه. بدايه غادي تكون سمعتي الهضره الاف مرات وغادي تجيك بالك ان الهضره كلها غير تخربقه، ولكن نقدر نقول لك بان تنظيم الوقت وان تدبر الزمن ديال الاستعداد للامتحان هو اول حاجه خصك تقوم بها باش تقدر تحصل على نقطه مزيانه. وهنا يمكننا ندير واحد التقنيه، انه شحال يمكننا نقراو في النهار. طبعا المتوسط ديال كل تلميذ تيختلف، لكن عموما نقدروا نقولوا 8 سوايع ديال الدراسه يوميه. اذا خص التلاميذ يفيقوا بكري. علاش؟ لانه كما قال ابن القدام الفياق بكري الذهب مشري. وحتى الدراسات العلميه تتاكد بان كي بديتي تقرا في الوقت بكري الدماغ ديالك تيكون التركيز ديالو كبير، وحتى الدماغ ديالنا تيستوعب مزيان داكشي اللي تيقرا، لان الدماغ تيتبرمج على الساعه البيولوجيه. مثلا اذا كنتي مولف تقرا حتى ل 10 او 11 النهار، قصر حتى 3 او 4 الصباح، النهار اللي غادي تجي دوز الامتحانات او الاسبوع ديال الامتحانات الدماغ ديالك ما غاديش يفيق معاك، لانه الساعه البيولوجيه ديالو ولف انه حتى ل 10 او 9 ونص عاد تيبدا يتحرك او انه يقوم بعمليات ذهنيه. إذا هنا خصنا نولفوا أننا ننعسوا بكري ونفيقوا بكري في هذا البيريود ديال الاستعداد للامتحانات. طبعا ملي نبداو المراجعة نحاول ندير واحد الخط باش الدماغ ديالنا يولف النظام ديك 15 يوم ديال بريباراسيون. طبعا في الصباح نحاول نبداو بالمواد اللي هي ميسرة نقدروا أنها تشجعنا على الدراسة، ومن بعد منها نشوفوا المواد اللي حنا عندنا صعوبات فيها ونحاولوا نعطيوها وقت كبير مقارنة مع المواد اللي حنا مستوعبينها مزيان. وحاول ما تبقاش تقول الامتحان راه بقات له 15 يوم ونسى هذه الفكرة. حاول تركز على كل مادة وتشوف شنو هما النقط اللي بقاو لك خصك تراجعو فيها مزيان، لانه اي هدف الى جزئتيه ورتيتي اشياء صغيره ورتيتي خطوات عمليه مع الوقت تيولي مساله ميسره وسهله. يعني حاول تشوف الامور بشكل دقيق باش التفاصيل ديالها وما تشوفهاش في الكليه ديالها. وبالنسبه للتوقيت ديال الدراسه من الاحسن نقراو ساعه ونرتاحوا واحد 5 أو 10 ديال الدقائق، وبهذه الطريقه هذه غادي يكون التدفق الذهني غادي مزيان معنا، بحيث اننا نركزوا مزيان واخا نعيا ونحاول نحس بالملل نحاول نركز ساعه كلها ديال المراجعه. علاش؟ لان النهار ديال الامتحان خصك تركز 4 ديال السوايع، فخصك تعود الدماغ ديالك انه يركز مده طويله باش تقدر تكونسونطرا مزيان النهار ديال الامتحان. النقطة الثانية اللي بغيت نتكلم عليها في هذا الفيديو هي انك تبعد على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى التليفون. علاش؟ لانه الدماغ ديالنا تيولف واحد النمط كيف ما كان وتيعاودو، لان هذه العادة هي واحد النمط تتعاودو تتولي سلوك يومي. فتخيل معايا انك تتبريباري بواحد الطريقة، تتفيق مع 10 ديال الصباح، تتمشي دير واحد القهوة، تتفطر مزيان، عاد تنوض تقرا، متى تبقى تقرا تتقرا واحد 10 15 دقيقة، تتشد التليفون تتشوف واحد النوتيفيكاسيون، تتشوف واحد الصورة، تدخل تشوف واحد ستوري. هنا الدماغ ديالك ما تيقدش يكونسونطري مزيان على واحد المادة معرفية واحد المدة طويلة الأمد. هذا هو اللي تيوقع لنا نهار الامتحان، هو أنه الدماغ ديالك ولف واحد طريقة العمل اللي فيها الكسل وفيها العجز، ما فيهاش واحد التركيز واحد القوة في الانتباه. فنهار الامتحان غادي يخونك الامتحان واخا تكون بريباري، ولكن التركيز ديالك ما غاديش يكون غادي مزيان معاك، لانك ما ولفتيش هاد العمليه ديال التركيز ديرها في الدار. هادشي علاش خصنا نبعدو من التليفون ونحاولوا نخدموا وقت ديال الدراسه نركز فيه مزيان مع الدراسه وما نشوف حتى شي حاجه، ما نشوف لا التلفازه لا تليفون لا اي حاجه تشوش الانتباه ديالي. الدماغ ديالي يركز مزيان مع المعلومات ويقدر يستوعبها بطرق مختلفة وبطرق متنوعة. النقطة الثالثة اللي بغيت نتكلم عليها وهي نوع أساليب ديال المراجعة. أول حاجة خصنا نتفاهموا عليها أن الدماغ ديالنا تختلف في مصادر التعلم، لأن كل واحد كيفاش يقدر يركز مع المعلومة، كي تيعجبو يقرا هو تيتمشى، كي تيعجبو يقرا هو تيكتب، كي تيعجبو يسمع،
كل واحد عنده وسائل مختلفة ومتنوعة في التعلم، لكن اللي نركز عليه هو أنه كنا نحاول نستعمل أنواع مختلفة في البريباراسيون والامتحانات. قدر بعض المواد مكتبة على شكل خطاطات دينية بحال المواد الأدبية، فلسفة، اجتماعيات، العربية، ونحاول نكتب ملخصات باللغة ديالي. بالنسبة للمواد العلمية ضروري خصني نخدم تمارين ونخدم نماذج ديال امتحانات سابقة. إذن بهذه الطريقة كل ما نوت المصادر ديال المراجعة، أشكال ديال المراجعة والأشكال ديال الاستماع، كل ما المعلومات تتزاد وتترسخ على المستوى الديني وعلى المستوى العقلي. والهدف من هذا التنويع ديال المصادر التعلم هو أنه النهار اللي تبغى تستحضر المعلومة الدماغ ديالك غادي يكون استقبلها أشكال مختلفة ومتنوعة، وهذا هو الأمر اللي غيخليها تكون حاضرة عندك، تقدر ترجعها وتقدر تستذكرها بشكل جيد وبشكل عقلاني. الأمر الرابع اللي بغيت نتكلم عليه واللي هو مهم بزاف وخص جميع التلاميذ يركزوا معايا في هذه النقطة هذه لأنها أساسية. بعد ما تراجع المواد الدراسية وتحاول تخدم مجموعة ديال التمارين وتحاول تحفظ الدروس بتقنيات معينة وتحاول تفهم شنو هما الأفكار اللي كاينين في كل مادة وتفهم شنو هما المعطيات اللي كاينين، غتجي القضية ديال النماذج الامتحانات الوطنية والجهوية اللي تزوق. ضروري أنه كل تلميذ وكل تلميذة خصو يخدم على واحد متوسط ديال 4 و5 ديال النماذج قبل ما يجي نهار الامتحان، ولكن راه غيحاول يخلق الجو الامتحان عنده في الدار، غيشد الكرونو وغيشد الساعة ديالو قدامه وغادي يجلس وغادي يشد ورقة ديال التحريك كما تتكون في الامتحانات، يقدر يطلب شي أساس اللي يعطيه ديك الوراق أو أنه يجيب ورق معين يقلب عليهم ويحاول يخلق الجو النفسي والمعرفي ديال أنه جالس في الامتحان ما كاين لا ضجيج لا والو ومرك، ويحاول يجاوب على الأسئلة اللي كاينين في الامتحان كما لو أنه امتحان حقيقي. مثالي يعطي شي واحد اللي أستاذ اللي تيدير معاه الدعم ولا شي واحد تعرفه تخصص ديال المادة ويشوف شحال جاب النقطة ديال في ديك الامتحان. بهذه الطريقة هذه غتعود دماغك أول حاجة على أنه يركز أثناء الدراسة، وثانيا هذاك الجو ديال الامتحان اللي تنخافوا منه وديك الحالة النفسية ديال الامتحان غتكون تتخيلتيها على المستوى الديني وغتولي تجيك شي حاجة عادية ومقبولة وبسيطة، وهذا هو الأمر الأساسي في هذه القضية ديال أن تخدم النماذج السابقة وأنك تولف شنو هما الثغرات اللي تتحطوا في الامتحانات، لأنه كل فهم أكثر من الحفظ. لأن كثير من التلاميذ ما زالت يعتقد بأنه اليوم أن الامتحانات الهدف ديالها هو أن التلميذ يستذكر المعلومات يعني معطيات، والعكس أنه حاليا بمنطق الكفايات تعليم كامل مبني على المهارات، أي مادة سواء فلسفة سواء عربية سواء مات سواء فيزياء قص التلميذ يركز على شنو هما لي سافوار فيغ اللي كاينين في ديك الماده. فالامتحان ما تيكونش فيه استرجاع مباشر للمعطيات، مقدر ما تيكون فيه تحليل، تيكون فيه مناقشه، تيكون فيه بناء لاي فكره غتكون داخل الامتحان. وحتى المواد اللي كانت فيها فواحد الوقت نقولوا عليها ماده ديال الحفظ، شوفوا معايا غير الماده ديال التربيه الاسلاميه لمشيتيو الامتحانات الجهويه غتلقاو ولات تقريبا كلها حاليا مبنيه على الفهم ومبنيه على افكار ومبنيه على التحليل، الا في بعض الاحيان تيكون القضيه ديال الاستشهاد سواء بايه قرانيه سواء بحديث نبوي سواء بشي قول ديال شي عالم من العلماء، لكن عموما الامتحان تيكون فيه التركيز على المهارات وعلى الفهم اكثر من الحفظ. اذا اصدقائي التلاميذ حاولوا ما يمكن هاد 15 يوم اللي بقات اعتبروها كانك في واحد المعركه، وهذه المعركه تطلب منك انك تلتزم بالوقت ديال الدراسه وانك ما تضيعش حتى ساعه في النهار، لان ساعه في النهار ضيعتيها راك غتندم عليها بعد الامتحانات. وحاول تخدم بطريقه منظمه كما قلنا، وحاول ملي تجي تنعس حاول تكتب داكشي اللي عقلتي عليه النهار كامل في كل ماده، حتى 4 ساعة لكل ماده شنو قراتي فيها، حاول تكتب واحد الملخص بطريقتك الخاصه. وفي الاخير بغيت نقول لكم راه حتى شي حاجه مصعيبه، لانه السر والمفتاح لاي حاجه هو التمرن، هو العمل العمل العمل، لانه الانسان اللي يجتهد ضروري غادي يوصل لواحد النتيجه كما تيقول المثال الله ما قفلتي لا فورتي. اذا اعزائي التلاميذ نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو هذا. بالنسبه للاعداد النفسي غادي يكون عندي فيديو اخر غنبارطاجيه معكم، ولكن الا عندكم شي اسئله حول الطريقه ديال المراجعه تقنيات المراجعه خليوها لي في التعليقات، وانا غنخليكم في صندوق الوصف بعض المقالات اللي كنت كتبتها حول هذا الموضوع اللي هو الاستعداد النفسي والمعرفي للامتحانات. وتبارك الله عليكم وبالتوفيق للجميع.